حلقة هالأسبوع من IGN Weekly Fix برعاية Acer. ترقبوا قدوم لابتوب Predator Triton 700 على المتاجر قريباً. ما إلا زمان لعبة فيفا 18 صادرة، بس لعبة الفوتبول في عندها جمهور كبير كتير، وعملت شركة EA أنه وصل عدد اللاعبين بعطلة نهاية هالأسبوع ل 1.6 مليون لاعب. خبروا بالتعليقات إذا أنتوا رقم من هالعدد، بس بالأول خلينا نبلش حلقة هالأسبوع من IGN Weekly Fix. لكل لاعبين سكايرم، بثزدا عندها خبر كتير حلو إلكن. كانت بثزدا وعد اللاعبين انه حيتوفر تور سيرفايفل الجديد لسكايرم مجانا اول ما يصدر، وحتوفي بوعدها. تور متوفر هلا بشكل مجاني ل 10 اكتوبر عبر كرييشن كلوب على البي سي، بلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1، وابرز ميزاته هي منع التنقل السريع، اضافه عدادات للجوع والعطش، وبيتطلب كتير عنايه شخصيه. التور حيوفر مستوى صعوبه اعلى للعبه وتحدي اكبر للاعبين. بالحديث عن الأطوار الجديدة، أعلنت شركة 2K عن تور جديد للعبة WWE 2K18. التور اسمه Road to Glory وبيدعم اللعب الجماعي أونلاين. أكثر شيء فينا نشبهه بتور ماي تيم بلعبة NBA 2K18، وحيخليكم تصنعوا مصارع خاص فيكم والدخول بمنافسات مع لاعبين تانين أونلاين لتربحوا نقاط بتعوزوها لتحصلوا على صناديق بونس. طبعاً الصناديق بيحتوى على معدات ونقاط بتساعدكم على زيادة مستوى المصارع حتى يصير أحد أعضاء هول أوف فيم. التور كمان حيقدم منافسات شهرية فيكن من خلالها تربحوا نقاط وبونسز مميزة. وبعدنا مكفين مع الأطوار الجديدة، وهالمرة مع أعلان بليزرد بشكل رسمي عن عودة تور هالوين تيرر بلعبة أوفرواتش. عبر تغريدة على حساب أوفرواتش الرسمي، أكدت بليزرد عن عودة الحدث الخاص هالوين تيرر ب 10 أكتوبر مع وجود العديد من المفاجآت. بعد ما بنعرف تفاصيل كتير عن الحدث، بس على الأقل بنعرف إنه حيكون في أزياء جديدة خاصة لمكري وريبر، ممكن كمان جانكرات. لقى التور العام الماضي أعجاب كبير من اللاعبين، نتوقع كمان هالعام يكون التور مميز. ودع فريق بلاي ستيشن هالأسبوع رئيس قسم الترفيه واستقبل رئيس جديد. أعلنت سوني هالأسبوع عن رحيل أندرو هاوس رئيس قسم الترفيه بشركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت عن منصبه ليحل محله جون كوديرا بصفته رئيس جديد. وهاوس حيتولى منصب إداري لنهاية العام قبل ما يحدد خطواته المهنية القادمة. هاوس عبر عن سعادته بالفترة يلي قضاها بمنصبه وجهوده مع الفريق بإمتاع اللاعبين حول العالم من خلال باقة من الفيديو جيمز والمنتجات الترفيهية المميزة. أندرو هاوس كان مسؤول عن إصدار جميع أجهزة البلاي ستيشن لحد البلاي ستيشن 4 برو، ونحن نتمنى له كل التوفيق بخطواته القادمة. ما وقفت سوني اعلاناتها واعلنت رسميا عن تاريخ اصدار كومبليت اديشن للعبه هورايزن زيرو دون اللي حيكون ب 5 ديسمبر. حيتضمن كل المحتوى الاضافي اللي كان بديجيتال ديلوكس بالاضافه لمحتوى ذا فروزن وايلدز، وحتقدروا تحصلوا عليها ب 50 دولار. خلص شهر سبتمبر، فخلينا نخبركم شو كانت اكثر الالعاب مبيعا بمتاجر فيرجن ميجا ستور. بالمرتبه العاشره في عندنا Overwatch Game of the Year Edition، بالمرتبه التاسعه في عندنا PES 2018، بالمرتبه الثانيه ماريو كارت 8 ديلوكس، بالمرتبة السابعة NBA 2K18، بالمرتبة السادسة Destiny 2، بالمرتبة الخامسة Mario Rabbids Kingdom Battle، بالمرتبة الرابعة Crash Bandicoot Insane Trilogy، بالمرتبة الثالثة Uncharted The Lost Legacy، بالمرتبة الثانية FIFA 18 Deluxe Ronaldo Edition، بالمرتبة الأولى FIFA 18. هذا كان كل شيء لهالأسبوع. هاي كانت أهم الأخبار اللي وردت، وكنت معكم لنجسر. تذكروا عطول فيكم تحضروا IGN Weekly Fix كل خميس على يوتيوب أو على الموقع، وبشوفكم الأسبوع الجاي.